مساء الخير. الستين مدفون في عين التينة، والأرثوذكسي لن يمر لدى رئيس الحكومة. الهيئة الناخبة دعيت بمرسوم وقعه سليمان وميقاتي، والانتخابات نظريا في 9 حزيران وعمليا غير حاصلة، ولا معطى سياسيا أو تقنيا يشي بوقوعها في مواعيدها. فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال هذا المساء إنه بالكلام كلهم مع الانتخابات، وأعلن أن المشروع الأرثوذكسي لن يمر ولن يصل حتى إلى مرحلة الطعن، وأن الرئيس بري لا يمكن أن يقبل بعقد جلسة نيابية غير ممثلة لكل الفئات. وأضاف: إني مرشح للانتخابات، وحتما إن حصلت لن أكون فيها رئيس حكومة. وعن توقيعه مرسوم الهيئات الناخبة قال: إن قانون 60 يضربني شخصيا، لكني متمسك به لأنه إجراء يوجبه القانون، وسأدعو إلى الانتخابات وسأكمل للنهاية بالإجراءات. وكان توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو أولى علامات 60 وقيامة الميت، غير أن نواب الأكثرية قرروا الاجتماع غدا لإبداء الرأي المتجه وفق مصادرهم، إلى اعتبار دعوة اليوم ليست سوى فك حشرة لقوى 14 من أذار. وسيعتبر الأكثريون أن المرسوم تجاوز قانون الحكومة المرسل إلى مجلس النواب، وتخطى مساعي الأفرقاء السياسيين نحو التوافق على صيغة جديدة، عدا أن دعوة الهيئات الناخبة استندت إلى قانون غير نافذ باعتباره لمرة واحدة فقط. لكن الرئيس ميشيل سليمان أكد أن توقيع هذا المرسوم هو إجراء يوجبه القانون النافذ، غير أن ذلك لا يعني إطلاقا التمسك بالستين بمقدار ما يعني التزام الواجبات والمسؤوليات التي ينص عليها الدستور، مجددا دعوته السابقة إلى إقرار قانون انتخابي جديد انطلاقا من مشروع الحكومة. على ضفة المشرع الأول، كان الرئيس نبيه بري يؤكد بعد لقائه مورا كونيلي أن الستين قد دفن، وأن أمام اللبنانيين الأرثوذكسي أو التوافق على قانون جديد يضمن حسن التمثيل، وقال: الغريب أن الجميع ينادي بالدستور ولا أحد يريد تطبيقه. رئيس الحكومة يؤكد أن الأرثوذكسي لن يمر وأن قانون 60 عاطل، تظاهرة شبابية لمطالبة الحكومة بحل أزمة السلسلة إنقاذا للعام الدراسي، وأخبار أخرى في بانوراما محلية للزميلة رشا الكرم. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال في مقابلة مع الام تي في ان قانون الارثوذكسي لن يمر ولن يصل الى المجلس الدستوري. بالداخل مجلس الوزراء ما بحس بالقانون الارثوذكسي، ولكن لا اعربته من هذه القنبلة المتفجرة. مش مقتل ما مجلس الوزراء ولا شو لحتى نحكي بهالموضوع، طالما هالموضوع انا صرحت عليه وقلت ان هذا المشروع لن يمر. واعني بها ما لن يمر، مش حاحكي حتحضر الجلسة مش حتحضر الجلسة، انا قلت لن يمر. وبالتالي اذا انا موجود بهذا المركز وهذه المسؤوليه، القانون لن يمر. كيف شو عندي طرقي مش حقولها، بس القانون انت رئيس يعني اكدت هذا الامر، رئيس جمهوريه اكدت هذا القانون لن يمر حتى ما بيوصل للطعن الدستوري. على شو متكلين؟ على مجلس السودي؟ لا عم اقول لك ما بيوصل لل ليه ما بيوصل؟ عم اقول لك لن يمر، خلص لن يمر. هذا متكل على انه الرئيس نبيه بري لن يدعو الى هيئه عامه؟ وحده منهم طبعا، الرئيس بري حتما، الرئيس بري ميثاقي بكل معنى الكلمه، وهذا القانون غير ميثاقي. وعن سلسله الرتب والرواتب قال ميقاتي: 21 اذار لن تؤدي الى اي نتيجه انطلاقا من هذا الكلام. هيك ببين ليه عم تحب تفهم هيك؟ انا عم بقول لك في تسويف ومماطله، بالعكس ولا بشكل من الاشكال بلا هالصوره التسويف والمماطله. عم بيجي يقول انا عم نزل حجم المياه، كميه المي من هالكوب عبر اجراءات بدها تتاخذ لحمايه الاقتصاد وحمايه النقد وحمايه الموضوع الاجتماعي لحتى اقدر احط هالنقطه. وقع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ورئيس الحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بموجب القانون الصادر عام 2008، وإذا اعتبر سليمان أن توقيع المرسوم هو إجراء يوشبه القانون النافذ، أكد أن ذلك لا يعني إطلاقا التمسك بقانون 60 بقدر ما يعني الالتزام بالواجبات والمسؤوليات التي ينص عليها الدستور والقوانين ذات الصلة. وكان سليمان قد ترأس اجتماعا عرضت خلاله خطة تسليح الجيش، واطلع من المعنيين على المراحل
المراحل التي تعرضها الخطة والاحتياجات الأساسية. بعد اللقاء الذي جمعها برئيس المجلس النيابي نبيه بري، بدت السفيرة الأمريكية مورا كونيلي من مناصري قانون الستين، فهي شددت عقب زيارتي عين التينة على ضرورة التزام لبنان بالجدول الزمني للانتخابات. باعتباره إحدى أقدم الديمقراطيات في المنطقة، على لبنان في اعتقادنا أن يلتزم الجدول الزمني للانتخابات والذي ينص عليه الدستور. في حال عدم إمكان الاتفاق على نظام جديد في المدى القريب جدا، فإن الفشل في نظرنا بتحقيق توافق في شأن قانون جديد لا يعني، كما لاحظ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بأن الانتخابات البرلمانية لا يمكن أن تجرى في موعدها. نحن نشجع لبنان على أن يجري الانتخابات في موعدها. إلا أن الرد جاء سريعاً من الرئاسة الثانية، فقد أفاد بيان للمكتب الإعلامي أن بري جدد موقفه خلال اللقاء من أن قانون الستين قد دفن، وأن اللبنانيين أمامهم القانون الأرثوذكسي أو التوافق على قانون جديد يضمن حسن التمثيل والتمسك بالدستور. وزير الداخلية مروان شربل عقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية الفرعية وتناول قانون الانتخاب. الحكومة ما قامت بواجباتها الدستورية والقانونية إنه موجود. الحكومة ما فيها تقول مش موجود، ما فيها تتغاضى عن رأيك. ساعتها بيجتمع مجلس النواب وبيسحب الثقة من الحكومة إنه أنت ما قمت بدورك في قانون موجود. بيجتمع مجلس النواب وخاصة بهالوقت كتار ما بدهم إنه الحكومة تكفي، يمكن المصيبة بتجمع. زار وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان قصار العماد ميشيل عون، وشرح له موقف الهيئات الرافض لإقرار سلسلة الرتب والرواتب في هذا التوقيت بالذات، والتأثيرات التي ستنجم عن إقرار السلسلة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي. وأكد القصار بعد اللقاء أن عون كان مصغياً ومتفهماً لهواجس الهيئات الاقتصادية. استنكر المطارنة الموارنة التدهور الأمني الحاصل، لا سيما ظاهرة الخطف وضح النهار ولجوء الخاطفين إلى أماكن يمنع على الأجهزة الأمنية الوصول إليها، متوقفين عند التوتر على الحدود مع سوريا، معربين عن قلقهم لانحياز الدولة لمنطق الأمن بالتراضي. ورأى المطارنة فيما يتعلق بقانون الانتخاب أن العودة إلى قانون الستين هو تنصل من المسؤولية، مؤكدين على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري. وفي سياق آخر، حمل المطارنة الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع حول سلسلة الرتب والرواتب والغلاء. بعنوان حقنا نتعلم، نظم تجمع شباب لبنان الذي يضم طلابا من مختلف المدارس الرسمية والخاصة تظاهرة انطلقت من ساحة الشهداء باتجاه رياض الصلح من أجل الطلب إلى الحكومة إحالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي حفاظا على العام الدراسي. وقد وجه المتظاهرون التحية إلى هيئة التنسيق النقابية التي تناضل يوما بعد يوم لتأخذ حقها المسروق. يا دولة الرئيس، صرك أكثر من سنتين والمشكلة ما انحلت، ريحنا بقى وحن علينا. توقف عمال ومستخدمو متعهد الأعمال والخدمات الأرضية في مطار بيروت التابعين لشركة غلاييني عن العمل، وتجمعوا أمام مدخل الإدارة العامة لشركة طيران الشرق الأوسط الميدل إيست احتجاجاً على تجاهل مطالبهم التي لخصوها بعدم إعطائهم زيادة على رواتبهم والتي وعدوا بها منذ نحو 3 سنوات، إضافة إلى مطالب معيشية أخرى. ونحن ما عم نفل من هون إلا ما ناخد حقنا. لو بدنا نطار ندق للنسوان وللولاد ونسكر طريق المطار، نحن مضطرين إلى، لأنه نحن جماعة أولادنا جاعوا ومين بده يطعمينا. في الذكرى 44 لانطلاقتها ودعما للحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية، خاصة الأسير سامر العساوي، أقامت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين احتفالا في المدينة الرياضية، أكدت خلاله الكلمات على ضرورة تعزيز الوحدة بين جميع الفصائل وإنهاء خلافاتها التي تشكل نقطة ضعف في الجسم الفلسطيني. اعتداء بالضرب وإطلاق نار عشوائي في أحد أزقة المدينة الرياضية، أبطاله أفراد من قوى الأمن الداخلي، أما الضحية فرجل ضرير حاول بناء عمود أساس لبيته المتزعزع. صحيح أن رفع السلاح في شوارع بلدنا بات عادة، وصحيح أن دور القوى الأمنية في وجه هذا السلاح بات هشا، ولكن أن يرفع سلاح القوى الأمنية في وجه الضعيف
فتلك مسألة خرجت عما بتنا نعتبره مألوفا في لبنان. ففي إحدى أزقة المدينة الرياضية وجد بعض أفراد قوى الأمن مكامن ضعف الدولة، فقرروا أن يعيدوا هيبتها بمنع بناء عامودي أساس لبيت يكاد يقع على ساكنيه، وإن كان صاحب البيت يرى لكان تحسر على الوضع الذي يعيشه داخل هذا المنزل. فعندما لم ينفع تهديد ضرير يخالف القانون، كان إطلاق الرصاص بوجه سكان الحي الحل الأنسب لمنعه من القفز فوق القانون بعامودين. أنت مثل ما أنك شايف بيتي وكله مفسخ وهيك وشو اسمه، خايف ما يوقع علينا. قام ابني بده يعمل عمودين برا محل ما شايفهم للعواميد برا. قام مدري مين متلف للدرك، أنا ما معي أدفع للدرك. ليك كل العالم بالمنطقة عمرت، تصور كل البنايات شوف كيف عمرت العالم، أنا ما معي أدفع للدرك. وإجوا هجموا، أكلت كعب فرد على رقبتي وانضربت بالأرض، وأنا عم صرخ عم قول لهم أنا أعمى، ونزلوا فيي قتل. والضابط بذاته قالوا لي إنه هو اللي ضربني بكعب الفرد على رقبتي، وبلشوا بالرصاص. وصرخ قول لهم أنا أعمى ما بيشع يا عمي، أنا أعمى ما بيشع. جينا وصلنا هون أول طلعة ما شفنا إلا درك عم يقوصوا هيك كلهم صوبنا، وهيدا الضرير بيقول له أنا أعمى ما بشوف. نزل الضابط فيه ضرب، أنا شفته للضابط وبسك البارودة هيك صار يقوص على الصايب. ابن حرام مفسد عشان ما معه يعطيهم مصاري صاروا بدهم يهدون، وهيدا عم العالم عشان بس طالبهم بلشوا يقوصوا. هيا لك الرصاص، لك الرصاص. ما بيقدر الأحمد لأسير فوق، يعني ما بيقدر الأحمد لأسير بيجوا على العالم، يعني الفقراء المعطرين ونزلوا صاروا يقوصوا على العالم وقوصوا على بيتي. أنا عندي ولدين كان جوا، فصرت صرخ عليه بدي جيب أولادي من جوا، صار يقوص علينا كمان. أثار الرصاص ما زالت موجودة حالها حال الهلع الذي طال أهالي المنطقة. أما هوية الضابط والأفراد الذين أتوا ليطبقوا القانون فأخلوا به وشوهوا معنى الإنسانية قبل الأمن، فإن أسماءهم معروفة ومكانهم معروف. أما الإجراءات المفترض اتخاذها بحقهم فعلى الأرجح لن تجد سبيلاً لتنفيذها، فحتى خرق القانون في لبنان أصبح مجرد وجهة نظر. المعارضة السورية تعلن سيطرتها شبه الكاملة على مدينة الرقة شمالية سوريا، وتؤكد مقتل أمير جبهة النصرة فيها. الجيش الحر يسقط تمثال الأسد في وسط المدينة، ووزير الخارجية السعودي والأمريكي يدينان تسليح بعض الدول النظام في دمشق. أعلن مقاتلو المعارضة السورية سيطرتهم شبه الكاملة على مدينة الرقة في شمال سوريا، وهي أول مركز محافظة يقتربون من فرض سيطرتهم الكاملة عليه بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن ذلك باستثناء أجزاء ما زالت القوات النظامية متواجدة فيها، لا سيما مقر الأمن العسكري وحزب البعث، حيث ما زالت الاشتباكات مستمرة. وأوضح المرصد إن المقاتلين هم من جبهة النصرة الإسلامية المتطرفة المدرجة على اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية. وقال عبد الرحمن إن الاشتباكات أدت إلى مقتل أمير جبهة النصرة في الرقة المعروف باسم أبو محمد الغريب، إضافة إلى 8 من عناصر القوات النظامية. وأورد المرصد معلومات عن أسر ضابط كبير في فرع أمن الدولة ونقله إلى تركيا، إضافة إلى أسر ضابط كبير آخر في الأمن السياسي ومقتل ضابط كبير في شرطة المحافظة. الجاسم على صدورنا منذ 40 عام. الله أكبر! الله أكبر! إلى ذلك أظهر شريط فيديو بثه ناشطون على شبكة الإنترنت تمثالاً للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وقد أسقط عن قاعدته في المدينة، وسط مظاهر احتفالية من قبل جموع الحاضرين والتصفيق وإطلاق صيحات الله أكبر وإطلاق الرشقات النارية. في المقابل تواصل القوات النظامية حملتها العسكرية الواسعة لاستعادة أحياء خارج سيطرتها في مدينة حمص وسط سوريا. وأفادت مصادر المعارضة إن اشتباكات عنيفة تدور عند أطراف
الأحياء القرابيس وجرة الشياح والخالدية وأطراف حمص القديمة، لا سيما باب التركمان وباب هود يستعمل فيها الطيران الحربي. وفي محافظة حلب تدور اشتباكات داخل الجامع الأموي وسط مدينة حلب الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة. وفي دمشق تدور اشتباكات عنيفة بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية على أطراف حي جوبر مع استمرار الأعمال العسكرية في ريف العاصمة، حيث يحاول النظام السيطرة على معاقل للمقاتلين المعارضين. سياسيا أعلن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن السعودية وأمريكا تدينان تسليح بعض الدول النظام في سوريا، مشيرا إلى أن ما يحدث في سوريا مجزرة لا بد من أن تتوقف. كيري أكد بدوره أن العلاقات السعودية الأمريكية مهمة وحساسة. إن الولايات المتحدة ستواصل العمل لتتمكن المعارضة السورية من إيجاد حل سلمي للأزمة السورية، وستمارس المزيد من الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد الذي فقد شرعيته. يجب حظر الأسلحة عن النظام السوري الذي يقتل شعبه. لا يوجد أي ضمانات بعدم وصول السلاح للأيدي الخطأ. ما يحدث في سوريا مجزرة لابد أن تتوقف. الأسد فقد كل سيطرته في سوريا. نطالب بحظر الأسلحة عن النظام السوري. لا يمكن أن يقتصر الحديث على المساعدات الطبية والغذائية للسوريين. وزار كيري والوفد المرافق الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في قصر اليمامة بالرياض، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات الودية بين البلدين. أهلا بكم من جديد. المدارس الخاصة فتحت أبوابها مجددا، أما المدارس الرسمية فما زال طلابها مضربين قصرا. وبين الخاص والرسمي طلاب يلتمسون التفرقة. تحقيق للزميلة نوال بري. وعد رئيس الجمهورية بمبادرة إيجابية في 21 من الشهر الحالي، فأحجمت المدارس الخاصة عن إضرابها الخجول بطبيعة الحال، وتأمل تلامذة التعليم الرسمي خيرا، عسى تنقضي عطلتهم القصرية التي بدأت منذ 19 من شباط. أما تلامذة التعليم الخاص فلم يتأثروا كثيراً بالإضراب، فالمدارس الخاصة لم تتعطل فيها الدراسة سوى أيام معدودة نظراً إلى اعتبارات عدة. بشكل عام الأهالي مش مرتاحين لفكرة الإضراب بغض النظر عن أحقية المطالب، لأنه بتعرف في التزامات لما الأولاد يقعدوا بالبيوت ما رح نسكر بقى. يبدو أنه الموضوع طويل شوي، ونحن عندنا التزامات تجاه الأهل وتجاه التلاميذ، وعندنا التزامات تجاه المعلمين. هذا التحرك النقابي المحق وإن لاقى تضامناً من الشارع، فإن الطلاب لا ينظرون إلى مطالب الأساتذة إلا من منظار تلامذة طوقين إلى العطلة الصيفية والراحة من العبء الدراسي. إنه الأستاذ حقه، هذا الأستاذ عم بيتعب الأستاذ ويعلم، هذا بالنهاية مثل ما هن حقهم ياخذوا بمصاريف وحقوق، نحن كمان حقنا نتعلم. وبين الرسمي والخاص فإن طلاب المدارس الرسمية وإن عرضاً فقد التمسوا معنى التمييز بين أترابهم في المدارس الخاصة، ولا سيما طلاب الشهادات الرسمية. عم ناخذ إضافات كتير، يعني كل نهار أحد وبناخذ زيرو بيريد دايماً، وإنه عم نجرب نلحق قد ما فينا على البرنامج. غير إنه عم نشوف تلاميذ ما عم بيروح على المدارس، فهذا شيء كتير منيح إنه نحن عم نجي على المدارس وعم نحضر حصص أكتر. مخارين كتير، يعني هن صاروا سابقيننا بمنيح، هن يعني خلصوا كتاب التاريخ، نحن بعدنا بشي تالت درس أو رابع درس. برودكاست وصلتنا من رفقات من المدرسة. شكيب رسلان تلاميذ البرافي، وصلنا خبر من مس جمانة اللي هي الناظرة عنا. إنه إضراب باقي لمارش ب 21 هذا الشهر. صحيح. وأول يوم منروح على المدرسة في امتحانات. صراحة كتير مضايقتني هذه القصة، إنه بتطلع في طلاب كتير عم تروح على المدرسة وأنا صار لهم جمعتين أولادي قاعدين بالبيت، إنه حرام عليهم. يعني في الإنسان بتمرق على ظروفه بيضطر يشيل أولاده من المدارس الخاصة، بيقول إنه بيهون على حاله بيحط بالرسمي، بس الرسمي كتير يعني بالنهاية غلط على الآخر، إنه الأولاد قاعدين بالبيت كمان، إنه أنا لجأت لهم ليساعدوني أم هن حطوا لي أولادي بالبيت. وفي زيارة لوزارة التربية المعلقة أعمالها كحال جميع المرافق العامة، يؤكد وزير التربية حسان دياب أن تحديد موعد الامتحانات الرسمية سيكون أساسه مصلحة طلاب الرسمي. بدي أنتظر لحتى أشوف نتيجة الإضرابات شو نهايتها، وعلى ضوء بدي أشوف قد إيه الخسائر، وبالتالي بدي أتأكد طبعاً أخذ بعين الاعتبار أولاً وأخيراً مصلحة الطلاب قد ايه بدها لحتى تنتهي المناهج. وبين الملاعب الممتلئة وتلك الفارغة والصفوف المكتظة وتلك الباردة
وبين أحقية مطالب الأساتذة وحق أبنائنا في التعلم، فإن المعتمد على الدولة هو دائماً الحلقة الأضعف في السلسلة. حتى المقاعد المدرسية في المدارس الرسمية أعلنت إضرابها في انتظار إقرار السلسلة، وإذ حسمت المدارس الخاصة أمرها وأعطت الأولوية لطلابها، فإن على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه أبنائها في المدارس الحكومية. من إحدى المدارس الرسمية العاطلة عن العمل حالياً، نوال بري، قناة الجديد. كيف تستعد عائلة البطريرك الماروني لجلسات انتخاب بابا روما جديد، خصوصاً أنه من الكرادلة 20% المرشحين لذلك؟ التفاصيل في تحقيق لزميلة رشا الكرم. توجه الاثنين الكاردينال الماروني إلى الفاتيكان للمشاركة في انتخاب بابا جديد، وتوجهنا نحن إلى مسقط رأسه إلى حملية المتنية للوقوف على أجواء عائلة البطريرك ماربشارة بطرس الراعي بشأن إمكان أن يكون البابا الجديد من لبنان. في هذا المنزل فقط تسمع اسم بشارة من دون الألقاب المرافقة، وهنا أيضا لرهبة إمكانية أن ينتخب الراعي اللبناني رئيسا للكنيسة الكاثوليكية طعم آخر عن باقي المنازل. بدي يجي الراعي بابا، ونحن هذا شيء كتير كبير علينا، مش قادرين يعني نفهمه ولا قادرين نتقبله، وأنا شخصيا بقول لك مش قادر أحمل هالشيء، ما بعرف ليه. بس عم نسمع إنه في عنده معطيات، في عنده مؤهلات، الأحوال السياسية بالمنطقة، الأحوال الدينية، اضطهاد المسيحيين بهالعالم، إنه هذا الشخص بيجي منقذ، هاي كلها صارت فجأة علينا. نحن متكلين على القديسين، منصلي منقول عند الله مش عند حدا، وما في شيء، الاستثناءات موجودة. واخد معي كاميرا صور المدخنة اللي بتطلع الدخان الأبيض، وحط صورة هون حد منا، صورة المدخنة إنه طلع بشارة الراعي. بس أنا قال لي هو عم بقول له أنا رايح على روما بدك أشوفك هونيك بنحضر الانتخاب وهذا، إنك يعني هيك قال لي أنت أبدا جد كمان. هذا البطرك، يعني لكم انا حصير؟ لا، هي ما كانش اولى، بس هو انا سامع خبريه منه انه لما كان يجوا هالاشخاص الكبار بالاكليروس مثل مطران او بطرك على الدار اللي عندهم، هو كان من صنف التلاميذ اللي حطونا قدام المدرسه ساعه ساعتين ناطرين تيمرق المطران، ناطرين تيمرق البطرك. ايه هو وقتها يحط براسه انه والله حيجي يوم من الايام بدي اعمل هيك. أنا حابب أنه شو مثل هالبطرك أو مثل هالمطران اللي عم يمرق ونحن عم نزقف قدام المدرسة. من منزل رفيق الطفولة وابن العم إلى منزل شقيق البطريرك، حيث أمال انتخاب بشارة كما يسمونه مرتبطة بشفاعة القديسة رفقة ابنة البلدة أيضا. نحن متأملين هيك، بس نطلب التوفيق لإله أكثر كل شيء، بس نحن رح نخسر من غرفة بس ما نشوف مش البابا. بتروح عنده عروبة؟ دائما بروح عروبة، أو الغدروبة قريبة علينا. أنا سألته جمعة الماضي عن يعني البابا، قال لي الحد أني باني ما في شيء. لا ما في شيء، الحد هو ما بيحكي، ما بيقول هو شو ما صار، ما يخبر إلا بس الشغلة. بدي إحساس إنه بدي يجي بابا، وإحساس ناطر الشنطة ضبطها. بتروح على روما؟ إن شاء الله. كان لابس سبيل وبيو قاعد تحت العريسة هون سيفه، قال له بشارة شو أنت؟ قال له أنا راهب. قال له هاي أول مرة وآخر مرة بشوفك بدون بدلة الرهبنة. والحد هلأ سيدنا يمكن بتعرفه، لغير للبس أبيض للبس يبقى وعطول ببدلة الرهبنة. بس هلأ بدي كيسي لبس أبيض. هلأ أكيد بدنا يسكن لبس أبيض. هلأ بتروح كاردينال ترجع بابا سيدنا. تسلم، خلي الله يجزاك. نشوف الحزين بتحصل بابا. إذن هنا ترعرع البطريرك بشارة، وعلى ما يبدو فأن حرف الباء حالفه طوال حياته، من بشارة إلى بكركة إلى بطريرك، فهل يتوجها بكلمة بابا؟ من بلدة حملية، رشا الكرم، قناة الجديد. برنامج الزعيم حل ضيفاً على برنامج تيليماتان على القناة الثانية الفرنسية، التفاصيل في هذا التقرير. منذ انطلاقته الثلاثاء الماضي يتزعم برنامج الزعيم أخبار الصحف والمجلات وهو على لسان اللبنانيين،
غير أن هذه المرة كان الزعيم على لسان الفرنسيين أيضا ووصلت أصداؤه إلى فرنسا. ففي البرنامج المعروف تليماتان على القناة الفرنسية الثانية عرضت أجزاء من الزعيم، وكان حديث بين الضيوف عن فكرة البرنامج الفريدة في نوعها. Okay, la politique libanaise est très compliquée aussi, mais c'est parce qu'on sent... C'est surtout pour faire parler d'elle, apparemment, là, non ? Il y a un réel engouement de vouloir changer la politique libanaise, réellement. Ça, c'est vrai. En ce moment même, et ça a commencé mardi soir, elle a commencé une émission de télé-réalité qui s'appelle Al-Zaïm, c'est le leader. Et cette émission, elle consiste en quoi ? C'est de se préparer pendant deux mois aux élections législatives. Et là, ce sont, et ce les, sont les jurés. Et là, le ou la gagnante, ils sont 15 participants, en fait, se fait sponsoriser sa campagne. C'est amusant, ça. Vous nous donnerez des nouvelles pour savoir... Oui, avec plaisir. مشاركة عارضة الأزياء ميريام كلينك في البرنامج كانت محطة جدل بين المقدم المعروف فيليام لمغشي ومعدة التحقيق ماري ماجيغلو، وقد تمحورت فكرة التحقيق حول ظاهرة مشاركة عارضات الأزياء اللبنانيات في الحياة السياسية. Eh bien, vous seriez surpris de voir comment elle se défend vraiment bien pour revendiquer non seulement les droits de la femme mais aussi les droits de l'homme. وهكذا تمكن برنامج الزعيم الذي يعرض مساء كل ثلاثاء أن يكون محط جدل لافتا أنظر الجميع حول فكرته ومضمونه وغايته في مجتمع السياسة فيه معقدة كما ذكرت معدة التحقيق. أهلا بكم جديد، وننتقل إلى النشرة الفنية مع زميل شادي خليفة. مساء الخير شادي. مساء الخير سمر. شو هالغيبة؟ غيبه لالي بعدين غيبه لالك. انا بسافر برجع انت بتسافري صح، انا وياك يمكن صرنا الشهر ما طلعنا سوا على الهواء، فاكيد اشتقت لك، اشتقت اني اكون معك. وانا كمان شادي. تفضل. بنشرتنا مثل العاده في مجموعه كثير كبيره من الاخبار، هالمره الاخبار يمكن مسيطر عليها الجانب اللبناني والتركي، في مجموعه كبيره من الاخبار التركيه رح نتبعها، لان بتعرفي بانه مؤخرا نجوم تركيا صاروا كمان نجوم بلبنان وبالوطن العربي، يعني صرنا بنعرفهم. نفهمها يعني. تعطى لهم صرنا نفهمها منيح للغة التركية. المهم عندنا كتير أخبار سمر رح نتبعهم سوا. أنتوا عم تفهموها بالفن، نحن بالسياسة مش عم نفهمها. يلا رح نتبع. أهلا بكم، نبدأ مع البانوراما الفنية وفيها طليق هيفا وهبي ينفي الشائعات. الكشف عن السبب الحقيقي لانفصال النجم التركي مهند عن حبيبته ملكة جمال الكون. نجمات تركيا يتحدن للتصدي للعنف ضد المرأة. هل نجحوا في منع زياد الرحباني من دخول مصر؟ من هي الممثلة التي تحولت إلى رجل؟ ومن هن أقوى النجمات في الوطن العربي؟ كعادتها سنويا كشفت مجلة أريبيان بزنس عن لائحة أقوى 100 امرأة في العالم العربي للعام 2013 من مختلف المجالات، ومن عالم الفن حلت الممثلة المصرية يسرى في المرتبة 12، بينما السيدة فيروز في المرتبة 31، المخرجة نادين لبكي في المرتبة 39، نانسي عجرم في المرتبة 41، تلتها إليسا في المرتبة 42، أما سيرين عبد النور فحلت في المرتبة 49، ونجوى كرم في المرتبة 56، أما الممثلة السورية سلافة معمار فحلت في المرتبة 65، ونجمة الخليج أحلام في المرتبة 91. أكد القائمون على مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز إقامة حفل الفنان زياد الرحباني في موعده، ولا صحة لتراجع المهرجان عن إقامة الحفل بعد الدعوات التي أطلقها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة أو إلغاء الحفل بسبب مواقف زياد الرحباني المعارضة للثورة السورية ومساندته نظام الرئيس بشار الأسد. وأعلن المسؤولون عن فتح باب حجز تذاكر الحفل الذي سيقام في 23 أذار الحالي في حديقة الأزهر. الشائعات ضريبة تدفعها الشخصيات البارزة، أحياناً تكون الشائعات لطيفة وأحياناً تكون مضحكة وسخيفة. هكذا علق المكتب الإعلامي لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيم طليق هيفا وهبي على الخبر الكاذب الذي روجت له جهات تكره هيفا. فقد جرى قبل أسبوع ترويج شائعة مفادها أن أحمد أبو هشيم التقى في مصر المغنية أمر مرات عدة في بهو أحد الفنادق، الأمر الذي جعل المكتب الإعلامي لأبو هشيم يخرج عن صمته ويؤكد أن الأخير لا يعرف هذه السيدة ولا يذكر أنه التقى بها في أي مكان. وكان لافتا أن من وزع الخبر على الصحافة هو المكتب الإعلامي لهيفا وهبي، ما يعني أنها وأحمد أبو هشيم متفاهمان رغم تلاقيهما وليس هناك أي قطيعة أو جفاء بينهما.
خضعت ممثلة تركية لعملية تحويل لجنسها لتصبح رجلاً وغيرت اسمها، وذلك بعد معاناة دامت 20 عاماً من عدم تقبل نفسها وجسدها. قرار الممثلة نيل إيركوكلير في تحويل جنسها من أنثى إلى ذكر أثار ضجة كبيرة في الوسط الفني التركي. وتقول نيل التي شاركت في العديد من الأعمال التركية إنها طوال عمرها لم تشعر بأنها امرأة وإنما رجلاً، وكانت تعيش حياتها وفق هذا الاعتقاد، وأكدت أنها في مرحلة المراهقة كانت تميل إلى الفتيات وتشعر أن جسدها الأنثوي ليس له علاقة بها. اجتمعت 8 نجمات تركيات في حملة للتصدي للعنف ضد المرأة، على رأسهن الممثلة الشهيرة باسم ناهد دوران في مسلسل حريم السلطان، والممثلة المعروفة باسم نور، والممثلة الشهيرة بدور القاضية في مسلسل قردي، وهي الزوجة الحقيقية للممثل الذي اشتهر بدور السلطان سليمان، بالإضافة إلى مجموعة من النجمات الأخريات اللواتي تظهرن وأثار العنف على وجوههن من أجل توصيف الحالة السيئة التي تصيب المرأة بعد تعرضها للعنف. أخيراً أزيل الستار عن سبب انفصال النجم التركي كيفانش المعروف عربياً باسم مهند عن حبيبته ملكة جمال الكون السابقة والممثلة أزرا أكين، رغم مضي 10 أعوام على علاقتهما العاطفية. فقد كشف أصدقاء مقربون منهما أن أزرا ضغطت في الأونة الأخيرة كثيراً على مهند ليتزوجها لأنها ترغب في هذا السن أن تصبح أماً، فيما رفض مهند فكرة الزواج مراراً بحجة طموحه المهني وانشغاله في دراسته الجامعية، الأمر الذي جعل علاقتهما متوترة، فطلبت منه الانفصال فوافق لأنه لا يريد خسارة تركيزه على عمله. بين الغناء والتمثيل وتقديم البرامج وبعد نجاحها في مصر، ماذا تقول الفنانة نيكول سابا لنشرتنا الفنية؟ وهل انشغالها بفنها يؤثر على زواجها من الممثل يوسف الخال؟ أخذتي جايزة على برنامجك يلي قدمتي ولقيتي انتقادات، البعض قالوا بأنه ليه الفنان أو ليه الممثل بتقدم برامج، كيف شفتي ردة الفعل تجاه تجربتك؟ ما فينا نقول ليش، هلا صرنا بفترة إنه ما فينا نقول، يعني كله بيصب بالفن وكله بيصب بزيت، مش عم تروح على يعني هالقد على شيء بعيد. بعدين أنا ما أخذته أو قدمته بشكل شوي بعيد عني، أخذته بشكل بيجباني بطبيعية بتلقائية مش بتصنع، كنت لذيذة، ما قلت إنه أنا تركت الشغل الأساسي تبعي واتجهت للتقديم وتعديت على هالمهنة، أنا قلت إنه بدي جربها، جربتها بس مش إنه كملت فيها، بس مش غلط إنك تجرب مهنتي، بس ما بعرف يمكن بعدين يجي فكرة بروجرام آخر حب حالي إنه بعدين، مش إنه لازم أنا كل فترة يكون عندي برنامج، لا 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 لا، يعني أنا مهنتي منا التقديم. بالظروف السياسية اللي عم بتصير بالمنطقة العربية، اعطيتي رأيك، يعني أنت اليوم كمان بتتواجدي بمصر كتير، بتقولي أنا ضد حكم الإخوان، أنا لا أنا لبنانية، يعني ما مش من شأني إني أنا أعطي رأيي بسياسة ما بتخص بل أنا ببلدي وما بعطي رأيي بالسياسة، فلا شك إنه في غربلة، في إنه ما حدا فهم شيء، يعني هلا مش غلط اذا نحن قاعدين سالتني عن رايي الا كي، بس مش اطلع هيك وعناوين، انه في كثير فنانين باخر فتره صارت كل احاديثهم عن السياسه، فلا شو يعني لا شو، لانه ما راح تسلم بالنهايه، قلت هيك ما راح تخلص وقلت هيك ما، فلا شو يعني اساس مصر شو بتقول، بلد الفن كمان، فما فيك توقفه، فهلا صار في اصرار اكثر وعزيمه على الاستمراريه، قبل يمكن كانوا اكثر متخوفين، هلا بهالفوعه اللي صايره مصرين أكتر، كمان عم بقلك أنه بظل هالظروف الصناع والمنتجين كله بده يعمل، مع أنه يمكن مادياً ما بقلك ما في ضيقة، ما بقلك أنه كله إيه معصور، بس بدهم يعملوا لحتى يفرجوا أنه نحن ما رح نستسلم. بس حيني وابدأ يومي مهما يكون أنا عندي مشاكل بنسى همومي، بكرة سفرك وشغلك برا نيكول بيقوي علاقتك اكثر بيوسف؟ بتشتاق اكيد طبعا، وبتحس انه انت منك بحاله روتين، انت دائما بحاله تجدد، يعني دائما في شوق ودائما هذا الشيء حلو، بس اكيد كترته كمان مش كثير حلو لانه البعد كترته كمان مش حلوه، بس بالنهايه نحن مثاقبة اثنيناتنا فنانين واثنيناتنا عندنا شغف لمهنتنا، فمتفاهمين طبيعه ونمط الاخر. اي متى بدنا نشوف بيبي؟ إن الله راد قريباً، نقول الله راد يعني مثل ما الله بيريد، بس أكيد يعني الله راد.
انت جاهزه او مأجله شوي الموضوع لتهتمي بفنك اكثر؟ لا لا لا، يعني حلوه الامومه اكيد، والزواج لازم يكلل او هيك يكون مبارك بهذا الشيء يعني، بس مثل ما الله بيريد، بس النية اكيد موجوده يعني. لو يحصل شيء سمر، هيدي هي نشرتنا الفنية لليلة من أخبار أو حتى موضوع محل تاني كليا بعيد، يعني أخبار اللبنانية التركية غير ما بتكون بالجزء الأول بالسياسة، هيك بالفن بتكون مختلفة. هيدي هي كانت النشرة سمر، شكرا كتير لك شادي خليفة، سليتنا وأغنيتنا بهالنشرة، وختامها مع لقطات اليوم. في النشرة توقيع مرسوم الهيئات الناخبة وميقات يقول الأرثوذكسي لن يمر. كونيلي الانتخابات في موعدها حتى لو تعذر القانون الجديد. هيئة التنسيق تعتصم غدا عند مفرق القصر الجمهوري. قتال عنيف في الرقة ومقتل أمير النصرة. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.